السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. اليوم انا حنسقسيو الجزائري ونقول له لو كان تجيك الفرصه باش تتزوج بوحده مشهوره اذا تقبل ولا لا. ونسقسيو ايضا الجزائريه ونقول لها لو كانت تجيك الفرصه باش تتزوجي بواحد مشهور اذا تقبلي ولا لا. تابعوا معنا نشوفوا كيفاش تكون ردود الافعال. بكل صراحه اذا تقبل تتزوج بامراه مشهوره؟ مشهوره نو نو ما نقبلش. ما نحبش شغل وحده تاع تو المون تو فوا. نحب طفله اونيك ما يعرف وحدها لي وحدي فوا. علاش طفله مشهوره حتكون نو يعرفوها الناس ويتبعوها بزاف من الناس، تما يعيشوا لك حياتك راك شايف، يعيشوا لك حياتك لي زالجيريان. ما تكون مشهوره كبيره نو، ما البوز شغل عفسه سهله في الجزائر، دير تيك توك تولي تبوزي. وي نورمال يعني مشهوره ما تتقدم لها؟ ما نتقدم لها شنو. لو كان تجيك فرصه تتزوجي يعني بانسان مشهور بكل صراحه اذا تقبلي؟ نو لا لا ما نقبلش، باسكو انسان مشهور حياته محلوله لي ريزو سوسيو، الناس كاع تعرف لي ديطاي تاع حياته، ما عندوش اون اسباس بريفي في حياته. دونك هاد الشيء يخليك ما تقبليش؟ اه ما نقبلش، باسكو اصلا الحياه الزوجيه حياه خاصه، ماشي لازم كاع الناس يعرفوا لي ديطاي ديالها، ماشي كاع الناس يعرفوا واش كاين، باسكو لو بوين وين يدخل طرف ثالث في هاد العلاقه تخسر. بصح نعرفهم مشهورين ما يوروش يعني الحياه الشخصيه تاعهم في مواقع التواصل. بصح تلقى بيناتهم مشاكل وما يورولكش المشاكل هادو. يعني راكي تشوفي بلي المشهور عنده بزاف مشاكل في زواج؟ اه عنده بزاف مشاكل بزاف. اه ميم سي ما يديكلاريش وما يقولش بلي عندي مشاكل، بصح هي في الصح كي تجي تشوف صح عنده مشاكل. ما تزوجيش بمشهور؟ لا لا جامي. ميم يكون لاباس به؟ ميم يكون لاباس به. لاباس به يعني اخلاقا وماديا؟ نو باسكو ما رانيش رايحه على بالي بلي شغل تراني حندخل في لعبه خساره، مانيش رايحه نكون الاز في حياتي. تحبي البساطه؟ اي بيان سيغ، ما كاش كيما البساطه. الا نقدر نتزوج بواحد مشهور سا ديبون، سا ديبون لا بيرسون، على حسب لي برينسيپ تاعو سا ديبون. شنو هي نوع الشهره اللي بالك تتقبليها في الانسان اللي بالك يجي يخطبها؟ جاكسبت با ان شونتور فوالا. في مجال التمثيل اوكي بوتيتر وي. ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ سا ديبون المحتوى تاعو. بكل صراحه اختي لو كانت تجيك فرصه باش تتزوجي بانسان مشهور اذا تقبلي ولا لا وعلاش؟ نو خويا ما نقدرش، باسكو لا ندهك كيما انا سوا سوا معايا، ما نحبش انا يبان في لي ريزو ولا يبان في التلفزيون ولا يبان هكايا، باش شغل حاجه سكري، شغل حاجه بيناتنا، ما نحبش يبان. لا لا يعني هذيك الشهره تقدري ما تقبليهش على جالها؟ وي على جالها. كي تشوفي بالك مشهور راح يكون بالك عنده يعني بالك عنده يعني قيمه اكثر؟ لا لا ما تشوفيهاش. نو بوغ لو مومون شغل القيمه تاعو في الاخلاق تاعو، ما يكون زعما في الشهره تاعو، الشهره تاعو ماشي حتى ديه البعيد. يا خويا شويه واعر، باسكو اللي يكون مشهور مشهور شويه إلي با دوا، شويه جاب لي ربي يشوف دوطخ فام وكاع. اه تخافي بنادم انسى يخاف؟ اي وي صح يخافوا. بكل صراحه اذا تقبل يعني تتزوج بوحده مشهوره؟ خويا انا كيما نقولوا الراي تاعي ما نقبلش. لو كان جيك فرصه تتزوج يعني بمشهوره تقبل؟ نقبل نورمال. ايه هادي نورمال، هذا ماشي انسان مشهور، راك مشهور ماشي انسان، نقبل نورمال. ماذا بك تزوج مشهور؟ لا صافي بليزير. بكل صراحه لو كان جيك فرصه يعني باش تتزوج بامراه مشهوره اذا تقبل واش تقول؟ هي كيما انا جون صراحه نكذب عليك، انا نقبل نقبل ونورمال تقول شي ونورمال هادي تقول شي واش خصها، هي مشهوره وكدا لا ماشي على يعني هذيك المرأة، ولا نحكيو على الشهرة. الشهرة تاعها تجينك؟ ما تجينينيش نورمال.